القاضية ممكن. حروف في كلمتين طلعوا فجأة وبدون ترتيب من معلق كبير هيفضلوا في الذاكرة مهما مرت السنين. أي قذيفة جات يا باتشيكو، التاسع يا الأهلي، التاسع يا الأهلي. لا، القضية مش مجرد بطولة كبيرة كانت حديث كل الأفارقة والعرب في ليلة ديربي حمراء، لا 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 لا، القضية دي لقب فريد من نوعه بجد، كاس غالية قوي تتشال على الراس وتتحط في نن العين. ليلة ضحكت فيها الأميرة السمراء لملك القارة عشان يحتفل ملايين الأهلوية بالبطولة الإفريقية التاريخية. يا ما كسب الأهلي ماتشات وبطولات في أصعب الأوقات، لكن القضية كانت قاتلة، حطت نجومنا على منصة التتويج وفرحت الصغير قبل الكبير. اسأل أي حد تقابله إيه أغلى بطولة احتفلت بيها مع الأهلي، هيقولك ومن غير تفكير طبعاً بطولة القضية، البطولة اللي جت بعد غياب 7 سنين ورقصت الجماهير شمال ويمين. دي كانت ليلة ولا ألف ليلة وليلة، ليلة تسمع فيها الست بتغني وتتسلطن وتقول